تعتبر خلية النحل بنية مغلقة تحتوي على بعض الأنواع من عسل النحل، حيث يتم بالخلية ممارسة الحياة الطبيعية من صنع العسل وتربية الصغار. ويوجد لحضانة الشغالات نوعين، المفتوحة والمغلقة. أما حضانة الذكور فتعد مغلقة ومغطاة بالشمع. وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن العسل ليس هو المادة الوحيدة المستخرجة من النحلة، ولكن هناك ما يعرف بسم النحل. لسم النحل كيفيتين للعلاج، الأولى هي اللسعة المباشرة التي تعتبر وسيلة الدفاع الوحيدة التي تمتلكها هذه الحشرة، أما الوسيلة الثانية فهو جهاز استخراج سم النحل. تعتمد فكرة جهاز تجميع السم على برواز خشب. البرواز ده فيه طرفين، طرف سالب وطرف موجب، ولوح إزاز بيتحط فوق السلك ده. بيبتدي نختار خلية قوية، والخلية القوية دي بتكون فيها عدد من البراويز، 9 براويز، ومكتظة بالنحل أو كثافة النحل فيها بتكون عالية. وبحط الجهاز طريقة أفقية، الصعق ده بيفرغ آلة اللسع على اللوح الزجاجي، وبتبتدي تتجمع السم على اللوح الزجاجي. الفكرة بتاعت جهاز تجميع السم ان انا اجمع كمية من السم بدون ما اثر على النحل. ففكرة الجهاز كلها ان بيعمل صدمة كهربائية للنحل، مش بيموتها ولكن بيعمل صدمة كهربائية. يعني ايه صدمة كهربائية؟ يحسسه ان فيه خطر بس عنده، فيبدأ يجي على الجهاز ويبدأ يحصل له صدمة، فيبدأ يفضي كمية السم الموجودة في كيس السم. تمام. بعد كده احنا بناخد اللوح الازاز ده ونبدأ نقشطه بآلة حادة. بعد كده بنبدأ نعبيه في أنابيب بتكون غامقة، وبحطه في التلاجة لحل استخدام. فيه شفاء للناس، أمراض عديدة تم علاجها بحشرة تعتبر كنز طائر، حشرة عالجت أكثر من 40 مرض في مختلف أنحاء الجسم.